احنا بنتكلم على الجوب اوف ذا فيوتشر ناو، او بمعنى اصح ان وظائف المستقبل لسه ما جاتش دلوقتي، او في فرص ان احنا نفكر في وظائف المستقبل. يمكن في البدايه دايما بيبقى في للطلبه الصغيرين او اللي هم في بيبتدوا حياتهم، ان هم في بعض الاسئله اللي احنا بنسميها الفيوتشر كويشنز بتاعتهم، يعني بيسالوا هل هو عنده من المهارات الكافيه ان هي تقابل تحديات المستقبل، او ان هو عنده معلومات حتى كافيه لو حب يبتدي الانتربرينورشيب، او حب يبتدي الستارت اب بتاعته او رياده الاعمال. طيب لو نجح هيبتدي ان هو يمشي ازاي ان هو يستكمل، وحتى لو فشل ازاي ان هو يتغلب على الفشل ده، شكل الماركت في الفيوتشر عامل ازاي، شكل احتياجات الناس هتتغير عامله ازاي، او شكل حتى التاثيرات بتاع التكنولوجي، او ان هو شايف نفسه بعد 10 سنين عامل ازاي. طبعا كل الحاجات دي بنبتدي ان احنا نجاوب عليها، او لازم نوع من السكيلز اللي الناس تبتدي ان هي تهتم بيه، وهي الدراسات المستقبليه او الفورسايت، او ان هو يشوف نفسه بعد 10 سنين. يمكن احنا لو فكرنا بطريقه التراديشنال بلاننج، وان بنعتبر ان المستقبل ده من ناحيه سنجل فيو، ان انا معايا مجموعه من المهارات وانا شايف ان انا هتخرج، وبعد ما اتخرج هشتغل في شركه، وبعد ما اشتغل في شركه ان انا هترقى وابتدي اخد التسلسل ده. لكن في العكس، المستقبل ما بيبتديش كده. ممكن في مجموعه من المخاطر اللي تقابلك في المستقبل او تقابلك في المستقبل بتبتدي ان هي تغير وجهه النظر. فلازم واحنا بنشوف المستقبل لازم ناخد في الاعتبارات الاتجاهات الثانيه، او ان احنا نكون مستعد. ويمكن احنا بنقول ان في الاستعداد للمستقبل زي الناس اللي هي بتتسلق الجبل، دايما بيبتدوا يعرفوا ايه هي الادوات اللي هي موجوده معاهم، وبعد كده يشوفوا أهني قمة هم ناويين إن هم يتسلقوها، وبعد كده بيبتدي إن هو يعمل عملية بلانج، ويبتدي يحط مجموعة من الافتراضات. والله لو حصل مثلا انزلاق جليدي هعمل إيه، لو حصل مثلا عاصفة هعمل إيه، لو البطارات فضيت هعمل إيه، وهكذا. ده ممكن نطبقه على حياتنا، إن إحنا وإحنا ماشيين هل فعلا أنا عندي من المهارات الكافية إن هي تحقق لي هدفي في المستقبل ولا لأ، وهل لما بدخل الكليه هل طبيعي ان انا هشتغل بنفس التخصصات اللي هي موجوده في الكليه. وده بيخلينا ان احنا نفكر ناحيه الفورسايت، وان احنا لازم ان احنا نفكر في المستقبل، ولازم نبني المستقبل، ولازم ان احنا نتناقش في المستقبل. ويمكن لو احنا شفنا العالم كله بيفكر ان هو وقت ما يفكر في الفيوتشر ما بيفكرش بس في المستقبل اللي هو الممكن، لا ده ممكن اللي هو اللي ممكن يحصل، ممكن اللي هو ممكن مستقبل يكون اللي هو المفضل ليا، او ممكن مستقبل مثلا يكون اللي هو المعقول. ففي مجموعه من المستقبلات لازم ان اكون دارس، او لازم ان اكون حاطط في الاعتبار كله بعض التوجهات اللي هي ممكن تكون في المستقبل. طبعا وانا رايح ناحيه المستقبل او رايح ناحيه الجوب بتاعت الفيوتشر، مش لازم ان هي تكون امتداد للماضي. يمكن احنا شفنا بعض الستارت اب او بعض الصناعات اللي هي كانت قايمه وابتدت ان هي يحصل نوع من انواع الراديكال انوفيشن، ابتدى ان هو يختلف اختلاف كبير. يمكن لما احنا شفنا مثلا الافلام التصوير اللي كانوا بيستخدموها زمان، وابتدى ان هي تدخل شركات او ديجيتال كاميرا، او ان هي حتى تيجي في الشرايط الاغاني، وتبتدي ان احنا دلوقتي خلاص دخلنا على الستريمينج، ودخلنا على نوع معين تاني من البيزنس اللي هو موجود. فدايما الفيوتشر مش لازم يكون امتداد للماضي. واحنا بنفكر في الفيوتشر لازم ان احنا نكون برضو اوبن مايند مش ليميتد مايند، لان في بعض التجارب كان الناس مثلا اللي هي عملت الاكس راي وقالوا ان الاكس راي دي مجرد هتبقى خدعه، واحنا بنشوفها دلوقتي في كل حياتنا، او ان قالوا ما فيش سبب مثلا ان يبقى في كمبيوتر شخصي، او حتى الناس اللي هي يعني مهندس شركه بوينج لما عملوا طياره 10 ركاب قال دي اكبر طياره ممكن ان هي تتعمل. فدايما الاوبن مايند بيبقى ان هو يفكر اكتر في المستقبل عن الناس اللي هي ليميتد مايند. تاني حاجه برضو لازم ناخد في اعتبارنا الامباكت بتاع الانفورميشن كوميونيكيشن تكنولوجي. يعني زمان لما الورلد وايد ويب او الانترنت ظهر من سنه 95، تمام، مع التطورات بتاعته دلوقتي ممكن الواحد لو حابب بيفتح شركه او ان هو يعتمد على بيزنس، ممكن ان هو بس مجرد ان هو يعمل ابلكيشن وبحاجه بسيطه. يمكن احنا بنشوف مثلا بعض الشركات الكبرى زي شركه اوبر معتمده على ابلكيشن، ومعتمده على داتابيز، ومعتمده على سيرفيس، لكن ما عندهاش ولا عربيه.
بنشوف بعض البيزنس دلوقتي وبعض الشركات اللي هي كبيره جدا بتعتمد على مجموعه من الافكار اعتمادا على الاي سي تي. طيب واحنا برضو بنتعلم او بندرس لحد ما احنا نتخرج، واذا كنا متخرجين دايما بنروح ناحيه الحاجات اللي فيها الاميرجنج تكنولوجي، يعني حاجات بتبقى نيو تكنولوجي وبيكون فيها انوفيتيف انوفيشن وبيكون فيها نسبه من البروميننت امباكت، يعني لها تاثير اقتصادي وتاثير على المجتمع، وفيها بعض الانسرتينتي اللي هي انا مش عارف اللي هو اتجاهاتها ازاي في المستقبل. طبعا زي الارتفيشال انتليجنت، البايومتريكس، الروبوتكس، ال 3 دي برينتنج وال 5 جي وغيرها من التكنولوجيات اللي هي مختلفه. يمكن لو احنا شايفين ده اكزامبل مثلا للصور اللي احنا قدامنا، والصور دي لو قلنا ايه هو المتشابه بينهم، فينا بعض الناس هتقول الابتسامه، اللون، ان كلهم اوروبيين، تمام، ولكن هتلاقي ان المتشابه بينهم ان كلهم كرييتد من خلال الارتفيشال انتليجنت، او ان يجي مثلا واحد باراك اوباما بيدي خطاب وفي الاخر ما يطلعش هو، دي بعض التكنولوجيات اللي هي شغاله في الفيك ديب، وان الليفل نفسه بتاع التكنولوجيا هيبتدي يختلف، ان الوظائف اللي هي تعتمد على الميتا، تعتمد على الاديوكيشن، على الفيرجوال رياليتي، هنعتمد على الترانسبورتيشن، على الاوتونوموس كار، على الدرايفنج تاكسي، تمام، على الترانسبورتيشن الهاي سبيد ترانسبورتيشن. محتاج طبعا كل التكنولوجيا دي محتاج بعض الوظائف المختلفة اللي احنا لازم تكون عندنا سكيلز عشان نبتدي ان احنا نشتغل عليها. طبعا الميديسين 3 دي برينتنج او شكل الطب هيبقى مختلف في الفيوتشر، او حتى المتابعة العلاجية وغيرها، او ان احنا بنشوف بعض التطورات حتى في الروبوتات نستخدمه. حتى دلوقتي احنا بنتكلم على الشات جي بي تي وبنتكلم ان هو ممكن يقوم بدور المحامين، او ان هو يعمل لي مقالة، او ان هو يبتدي ان هو يعمل لي بحث، او يوجد لي قصة موجودة. ففي تطور موجود. طبعا الناس بره مصر وقت ما تيجي بتتكلم، يعني مثلا بيفكروا دايما في الفيوتشر والفيوتشر جوب في سنة 25 مثلا، ده تقرير كان طالع من الناشونال انستيتيوشن للساينس تكنولوجي بوليسي في اليابان، وكان بيتكلم ان الميديسن هيبقى مختلف، هيبقى تيلي ميديسن، تمام، بنتكلم على حتى الكلايمت تشينج او تغيراته هتبقى مختلفه، الليفنج نفسه في هتبقى في ميكانيكال، يعني احنا دلوقتي في مرحله الميكانيكال روبوتس، وهيبتدي الكوميونيكيشن روبوت، والاثنين هيبتدوا ان هم يندمجوا مع بعض ويعملوا اللايف ستايل سبورت روبوت، او ان هي شكل الحياه تبقى معتمد على الاي اي الاي اي دايجنوزز اند هوم ميديكال كير، على بعض التكنولوجي اللي هي مختلفه. ويعني بيبتدوا ان هم حتى كمان في الوظائف بيتنبؤوا ببعض التكنولوجي اللي الناس هتبتدي ان هي تشتغل عليها وتبتدي ان هي تبص عليها بشكل جيد. طبعا لو احنا قلنا، يعني كان في تقرير طالع من جوب ويب سايت اسمه ورك بوليس، وده كان بيقول ان بعض الوظائف كلها هتختفي في المستقبل، زي اللي هم بتوع حجز وكالات السياحه، او اللي هو موظفي البنوك، او اللي هم الدليفري او التاكسي، او اللي هم ترانسبورتيشن درايفرز، او الناس اللي بتجمع في المصانع، تمام، او اللي هم ترانسليتور. فكل دي بعض الوظائف اللي هتبتدي ان هي تختلف او تختفي. كمان في بعض التقرير كان طالع بيقول ان 85% من الوظائف بتاعه 2030 لحد دلوقتي لم تتواجد او لم تخترع، تمام. يمكن الناس دلوقتي بتتكلم على بعض الوظائف اللي هي هتبتدي ان هي تبقى موجوده، او ان هي في بعض الاوبورتونيتي زي السوفت وير ديفلوبر، او الكرييتور، او الاونلاين تيتشر، او الديجيتال ماركتنج، او البيج داتا اناليسز، الانفايرمنتال انجينيرنج، الهوسبيتال انجينيرنج. يعني بعض الوظائف هتلاقوها ان هي بدات الناس ان هي تتكلم عنها، ولكن دي اللي هي هتبقى دومينيت في المستقبل. يمكن لو رجعنا ورا من 12 سنه هنلاقي ان في بعض الوظائف خلاص اختفت، زي مثلا اللي هم تجميع الالكترونيات، تمام، او ان هم الناس اللي كان بتجمع في خطوط الانتاج، او اللي هو بتخزن الفيديو، او ان هو بنتكلم على الميتر رادار مثلا، تمام، او ان احنا بنتكلم ان في من 12 سنه الناس كانت بتتكلم على بلوك تشين انجينيرنج، بنتكلم على كلاود كومبيوتنج، بنتكلم على الاي اي والبيج داتا اناليست،
ودلوقتي خلاص بقى بالفعل الناس هي موجوده، وبيتصوروا كمان ان بعد 12 سنه ناس هتبتدي ان هي تتكلم في الكوانتم بروجرام، هتتكلم على الكلايمت تشينج ساينتست، بتتكلم على السبيس كرافت بايلوت، تمام. فكل الحاجات دي بتقول لنا ان احنا وقت ما نبتدي ان احنا نفكر في المستقبل هنبتدي نفكر ايه هي التكنولوجي اللي هنبتدي ان هي رايحين ليها. يمكن في بعض الاكسرسايز الناس بتتكلم عليها ان انت لازم تعمل حاجه اسمها بيرسونال فورسايت، ان انت على نفسك ان انت تشوف نفسك بعد 10 سنين وايه هي السكيلز اللي انت محتاجها وايه هي التولز اللي انت عايز تشوف بيها نفسك. هل فعلا الكليه يعني هتساعدك ان هي توصل، ولا انت محتاج ان انت تدعم نفسك في مشوارك بمجموعه من الكورسات، مجموعه من الدورات. يعني على سبيل المثال ذا اكزامبل كنا عاملين يعني بنعمل اكسرسايز عليه، لو احنا بنتكلم على لو انا عندي راجل وامراه وعايز اشوف الفيوتشر بعد 10 سنين، الاوبشنز والاوبورتيونيتي، وبنتكلم ان في بعض الفاريبل الثابته زي الجندر والايدج والريليشن والشيلدرن والورك والهيلث والنيد والبروسبكتيف، وبنتكلم لو احنا اخترنا الراجل ده وبنتكلم ان هو ميل وعنده 20 سنه وشغال سكيلز بتاعته سوفت وير وشغال في مصر واحتياجاته عربيه. وكار لو احنا ابتدينا ان احنا نفكر في المستقبل بتاعه، طبعا في عندنا مجموعه من الخيارات، هل هو يشتغل في مصر ولا يشتغل في الامارات ولا يشتغل في اوروبا، تمام، ولا يشتغل رائد اعمال، هل محتاج السكيلز بتاعته ايه، محتاجين نعرف الورك بتاعه، محتاجين نعرف النيدز الاحتياجات بتاعته المختلفه، تمام. ففي مجموعه من العوامل ومجموعه من الحاجات اللي هي موجوده في المستقبل اللي هي ممكن تاثر على الجوب. اللي انا عايز اوصله بصوره سريعه، واعذروني اذا كنت ماشي بسرعه بس الارتباط، تمام، إن احنا بنتكلم في الفيوتشر جوب. ويمكن يمكن من اهم التقارير اللي هي عجبتني جدا في حته ان وظائف المستقبل لسه ما جاتش، يمكن التقرير ده كان معمول من حوالي 20 خبير في البيزنس والاكاديميك اكسبيرت، وبيتكلموا ان فكره ان وظائف المستقبل لسه ما جاتش لحد دلوقتي، لكن وظائف المستقبل بتبتدي من دلوقتي، بتبتدي من احنا لازم نستعد ليها، لازم يعني نكتسب مجموعه من المهارات ونكتسب مجموعه من زي ما بيقولوا ايه السكيلز عشان تبتدي ان احنا توصلنا في المستقبل. يمكن ده بشكل سريع يعني مع حضراتكم تصوري عن وظائف المستقبل. ألف شكر يا فندم، ألف شكر لحضرتك. يعني مش عارف أشكر حضرتك إزاي، يعني أنا عارف رغم ارتباطاتك